طيب السلام عليكم. إن شاء الله معاكم النهاردة مكملين الكورس اللي بدأناه. let's do a period, let's do it. وده session 3. هنبدأ نتكلم مع بعض على ال periodontal treatment. بعد ما خلصنا المحاضرتين اللي فاتوا، يا ريت اللي داخل معايا من النهاردة يتابع على نفس البيج المحاضرتين اللي فاتوا، سيشن 1 وسيشن 2. في البدايه بس عاوزه احيي القائمين على العمل في الصفحه، ان هم الحقيقه ناس نشيطه ومواصلين العمل باجتهاد الحقيقه. ربنا يجعل يعني الخير اللي بيقدموه في ميزان حسناتهم ان شاء الله. وبعتذر عن التاخير، المره دي احنا اتاخرنا شويه. يعني اول اسبوع انا كنت مريضه الحقيقه، تاني اسبوع كان في مشكله في الكونكشن، فان شاء الله احنا مع بعض النهارده بنستأنف الشغل بتاعنا. الاوت لاين بتاع الموضوع بتاعنا، احنا بنتكلم على التريتمنت. فهنرتب شغلنا في اربع خطوات اساسيه. ستيب وايز تريدنتال تريتمنت بلان، ايه هي الاجزاء بتاعتها؟ هنبتدي نقف عند الخطوات بالترتيب وتفاصيلها. بعد كده هنبتدي ندخل على النون سيرجيكال ثيرابي، نشرحه بالتفصيل وايه المقصود بيه. وبعد كده الادجنكتيف يوز اوف انتي بايوتكس، ايه الاندكيشنز وايه هي الروتس اوف انتي بايوتيك ادمنستريشن والتايبس. بعد كده هنتكلم على الـ principles of surgical approach in periodontal therapy. طبعاً في البداية عاوزين نوضح مع بعض يا جماعة، الجول بتاعنا في الـ periodontal therapy هو أولاً إن إحنا نعمل prevention للـ periodontal disease عن طريق إننا نعمل controlling للـ infection والـ inflammation. وده لازم يكون واضح في دماغنا الجولز دي، لأن هي بتساعدنا في صياغة الـ proper treatment plan. طيب ايه هو تاني جول؟ المينتننس اند امبروفمنت اوف اورال اند بيريدنتال هيلث فانكشن اند كومفورت، وبالتالي نقدر نحافظ كمان ضمنا على الاثاتيك من خلال الحفاظ على السبورتنج ستراكشرز. الالتيميت جول اوف بيريدنتال تريتمنت هو ان احنا نعمل proper treatment plan to regenerate the lost periodontal tissues. ازاي نقدر نعمل regeneration؟ من خلال خطوات معينة ومن خلال طرق معينة هتقدر تساعدنا، لانه هذا الجول الحقيقة بيعتبر till now it's unpredictable and challenging، لان في عوامل كتيرة قوي بتتحكم فيه، زي ما هنشرح ان شاء الله مع بعض. Part 1 في محاضرتنا النهارده زي ما اتفقنا مع بعض، the stepwise order of the periodontal treatment plan. بتترتب التريتمنت بلان الى خطوات. اول حاجه هي البروبر examination، وهنا الغرض منه ان انا اعرف هو نوع البريدونتال ديزيز اللي قدامي. طبعا احنا عرفنا مع بعض ان البريدونتال ديزيز بتتقسم الى نوعين اساسيين، اللي هو الجينجيفايتس والبيريدونتايتس، والفرق بينهم هو الكلينيكال اتاتشمنت لوس. وانسى ان المريض اللي قدامك ما عندوش كلينيكال اتاتشمنت لوس، جاست ان المشكله الانفكشن اللي عنده او المشكله كونفايند كلها للجنجيفا، يبقى المريض كل اللي عنده جنجيفايتس وما عندوش بيريدونتايتس. لكن لو بدا يوصل الموضوع ويزيد الى كلينيكال اتاتشمنت لوس، يبقى هنا المريض اصبح عنده irreversible destruction في periodontal ligament وفي الالفلر بون، وبالتالي المرض بيختلف وعلاجه بيختلف. يبقى لازم في مرحلة الاكزامينيشن تحدد نوع الديزيز. تاني نقطة مفروض تحددها يا دكتور السيفيريتي، هل يا ترى الحالة اللي عند المريض mild ولا moderate ولا severe according to the signs of periodontal disease. خلاص اللي احنا هنعرفهم مع بعض طبعا، including يا ترى في bleeding ولا لا، يا ترى في pain ولا لا، يا ترى في pus ولا لا. درجات الانفلاميشن بتختلف، بتلاقي دايما في كل حاله في mild او moderate او severe grades من المشكله، وبالتالي بتقدر تحدد على اساسها what is the severity of periodontal disease.
تالت نقطة المفروض كل دكتور أسنان يحددها في أثناء مرحلة السكريننج أو الإكزامينيشن هي what about the presence of the local and systemic modifying factors. نقطة مهمة جدا وبتحدد على أساسها الأوتكم بتاع أي مشكلة. Local predisposing factor بنقصد بيهم يا جماعة either وجود بلاك وكالكولس، ودول لازم 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 لو موجودين ننزلهم كأطباء أسنان من خلال شغلنا مع المريض ومن خلال النصايح اللي بنديها له regarding ال brushing technique وال oral hygiene measures. الكلام ده مهم وأساسي بالنسبة لنا كلنا. بعض اللوكال بريديسبوزنج فاكتورز زي ما اتفقنا مع بعض في المحاضرة الثانية كان نقصد بيها وجود بعض اللوكال بروبلمز اللي عند العيان اللي بتصعب ريموفال اوف بلاك وكالكولس، واللي بتساعد على التراكم بتاعهم، زي المريض اللي عنده مال اوكلوجن، زي المريض اللي عنده اوفر هانجنج امالجم، زي المريض اللي عنده اندر كونتورنج او اوفر كونتورنج لفيلنج او لريستوريشن، زي المريض اللي عنده اللي مركب اورثو وعنده براكتس ووايرز صعب برضو عليه ريموفال اوف دنتال بلاك، زي المريض اللي عنده راف سيرفس اوف ريستوريشن. كل دي فاكتورز بتعتبر لوكال predisposing factors in periodontal disease. لو موجوده لازم انبه المريض ان بعض هذه ان كل هذه الاسباب لازم تتعالج، وينتبه كويس قوي ان هو لازم يهتم بالاورال هيجين بتاعته نتيجه وجود هذه الفاكتورز عنده. systemic modifying factors المقصود بيها الامراض اللي عنده اللي بتتحكم في systemic condition وفي رد فعل جسمه في او رد فعل المناعه بتاعته في مواجهة الانفلاميشن، زي مرض السكر، زي السموكينج، زي الستريسز، الكلام اللي احنا قلناه. انا بس مش عايزة اعيد تاني الكلام ده، نرجع له في محاضرة رقم اتنين. انا بس بوضح لك ايه هو التارجت بتاعك في اول خطوة في التريتمنت بلان البريدونتال اكزامينيشن. يبقى نحدد نوع الديزيز، وبنحدد السيفيريتي، وبنحدد وجود اللوكال والسيستميك موديفاينج فاكتورز. طيب كل ده خلاص حددته، وهبتدي ادخل مع العيان بتاعي في انيشيال فيز اللي هي بنسميها فيز 1 ثيرابي او البلاك كنترول ثيرابي. طيب زي ما اتفقنا الغرض بتاعك هنا ان انت تعمل ديب اند بروبر كليننج ريموفال لكل البلاك والكالكولس من عند البيشنت، وكمان تعمل كنترول على الريسك فاكتورز. البلاك كنترول مهم جدا، عندك السكيلينج بتستخدم المانيوال سكيلرز او الكافيترون عشان تشيل الكالكولس، والاورال هايجين انستراكشنز مهمه جدا عشان البيشنت يقدر ان هو يحافظ على الكلينيكال امبروفمنت اللي حصل عليها ويهدي الانفلاميشن، لان زي ما اتفقنا الغرض الاساسي هو ان حضرتك تو بريفنت الديزيز عن طريق الكنترول على الاتيولوجي. فده مهم جدا وده الغرض الاساسي من الانيشيال فيز. طيب هاجي بعد كده وهدخل مع المريض بتاعي في الري ايفالويشن فيز. امتى اطلب من العيان ان هو يجي لي؟ وايه الغرض من الخطوه دي؟ نرد على السؤال الاول، امتى تعمل ري ايفالويشن يا دكتور؟ بتسيب المريض بتاعك على الاقل حوالي 4 أسابيع، بعض الكتب قالت من أسبوعين والبعض قال لحد 4 أسابيع، وبعدين تبتدي تندهله وتعمل معاه مقابلة. تبتدي في المقابلة دي ترد على السؤال التاني، ليه؟ يبقى أنت عرفناها ليه؟ إيه الغرض؟ الغرض من الري ايفالويشن؟ الغرض إن حضرتك تقيم البيشنت بتاعك، يا ترى عمل إيه في الأورال هايجين انستراكشنز؟ يا ترى نفذ والتزم ولا لأ؟ يا ترى الديزيز اصبح كنترولد فعلا ولا ستيل المريض جاي بمشاكل ومهمل وما نضفش مظبوط؟ يا ترى انت كدنتست عليك دور كمان، ايه هو دوري؟ يا ترى انا شغلي قمت بيه ولا ما قمتش؟ لان انا ممكن ما اكونش عملت عمليه السكيلينج صح، وما اكونش فهمت المريض دوره مظبوط، ما كنت اكون قصرت في اني ابلغه بالاورال هيجين انستراكشنز عدد مرات غسيل السنان مرتين، ممكن اكون نسيت اقول ان ده المفروض يكون كل يوم بعد الفطار
وبعد العشاء على الأقل مرتين بعد الفطار وبعد العشاء، غسيل الأسنان بمعجون، استخدام المضمضة بالذات في الفترة الأولى اللي هي بتبقى أول أسبوعين بعد عملية السكيلينج، عشان تساعد المريض على الكنترول على الانفلاماتري ساينز اللي عنده. وكمان بعض الماوث ووشز ينصح بيها يا شباب ان المريض يستخدمها انتي بلاك انتي سيبتك، لان هي انتي بلاك او انتي كالكولس، عن طريق انها تقتل البكتيريا المسببه او اللي بتساعد في تكوين البلاك. من امثله هذه الماوث ووشز الانتيسبتيك في الاكشن بتاعها، عند حضرتك الكلورهيكسيدين ماوث ووش، وعندك برضو البتاداين ماوث ووش. بس الفرق بين الاثنين ان الكلورهيكسيدين فيها خاصيه السبستنتيفيتي، يعني ان كل التيشوز بتقدر تحتفظ بالكلورهيكسيدين اكتف وشغاله لمده 12 ساعه، وبالتالي المريض بنوصف له الانتي الكلورهيكسيدين ماوث ووش مرتين في اليوم. اما البتاداين فما عندهاش سبستانتيفيتي، وبالتالي انا بوصفها للمريض 3 مرات في اليوم. يبقى كل ده الغرض من الري ايفالويشن، اقيم المريض واقيم الدكتور واشوف التيشوز كمان اكون اديت لهم فرصه عشان اشوفهم ارتاحوا ولا لا. مش ممكن اكون العيان جاي لي بسيفير انفلاميشن واجي تاني يوم ولا تالت يوم ولا بعد اسبوع حتى اقول له اتحسنت ولا لسه، لا، لازم ادي فتره للتيشوز عشان تستريح. اكون عملت السكيلينج واكون عملت السب جنجيفال، يعني عملت ريموفل للابيثيليال لايننج بالكيرات، وعملت الروت بلاننج، وادي فرصه للانسجه انها ترتاح وتهيل، واديها كمان فرصه ان يحصل نيو اتاتشمنت، وبالتالي تقل الكلينيكال اتاتشمنت لوس، ده لو في حاله بيريدونتايتس. كل ده لازم ادي وقت للانسجه ترتاح والمريض يشتغل، وانا كدكتور اقيم نفسي، وبالتالي بقدر اجيب المريض واقيمه في مرحله الري ايفالويشن. طيب يعني بعدها انا قدامي اتجاه من اتنين، اما ان المريض يرجع تاني للانيشيال فيز، ارجع اشتغله واعالجه لو انا لقيت تقصير في شغلي او في بعض اللوكال فاكتورز لسه نون ويل كنترولد نوت ويل كنترولد، او اني اكمل بالمريض بتاعي، يا اما هعمل له سيرجي، هركب له امبلانت او اعمل له بيريو سيرجي خلاص، او اعمل له حتى جينجيفيكتومي، الانسجه خلاص ارتاحت وهبتدي اعالج ادخله سيرجيكال فيز، او اعمل له ريستوراتيف لو انا هركب له بريدج او هعمل له فيلينج خلاص الانسجه اصبحت هيلثي فاقدر اكمل له الشغل بتاعه، او ادخله على المينترنس فيز خلاص يا عم انت بقيت زي الفل وهنبتدي نحدد جلسات المتابعه بتاعتنا. يبقى اذا المريض بعد الري ايفالويشن بيبقى فيه اتجاه من اثنين، يا اما ارجع بيه تاني للانيشال فيز، او اني اكمل بيه ايذر سيرجيكال او الريستوراتيف فيز، او ان انا اكمل معاه المينترانس فيز. يبقى اذا يعتمد على ايه الديسيجن بتاعي؟ يعتمد على حاجتين، يا ترى الاكتيف ديزيز ساينز ستيل بريزنت ولا لا، لانها لو موجوده ما اقدرش طبعا اني اكمل بالعيان واقول له تعالى اعمل لك جراحه او هركب لك، لا انا لازم اكمل شغل الاول، لازم اعمل كنترول على البريدنتال ديزيز الاول واشوف يا ترى الاسباب ما زالت موجوده ولا لا. لو الاسباب ما زالت موجوده يبقى لسه يا انا كدنتست مقصر، يا اما البيشنت بتاعي مقصر، وفي الحالتين هرجع تاني بالمريض لفيز 1 ثيرابي. طيب تعالوا بينا نشوف مع بعض وات ار ذا ساينز اوف اكتيف بريدنتال ديزيز، ايه هم اللي في وجودهم لازم اخد قرار وعالج المريض بتاعي تاني. بيقول حضرتك هتلاقي علامات يا اما ريليتد للجم، inflamed, swollen, لونها still red مفيش تحسن، او علامات related في بقى pain، اما اضغط على الجينجيفا لسه في pain او في root sensitivity، كل دي حاجات بتبقى علامات العيان اللي بيحكيها لك، بيقول لك يا دكتور انا still في الم، still في root sensitivity، مفيش clinical attachment، ما حصلش gain في clinical attachment level، ما تحسنش، ستيل في بليدنج، يا اما سبونتينوس او مع البراشنج، انا يا دكتور ستيل تعبان. طيب ده كان اول سؤال، وات ار ذا ساينز اوف اكتيف بريدونتال ديزيز. طيب اسبابها
او ايه السيجنيفيكانس بتاعت وجودها؟ السيجنيفيكانس يا دكتور هي ليه هي حاصله؟ ليه ستيل الاكتيف بريدونتال ديزيز؟ ليه البريدونتال ديزيز ستيل اكتيف؟ بنقول انه ده بيكون راجع لسببين، هما السببين اما ان انا عندي لوكال كوز زي ما اتفقنا او عندي سيستميك موديفاينج فاكتور ستيل نوت كنترولد. وفي الحالتين انا محتاج اطرح على المريض السؤال، يا ترى الاورال هيجين اخبارها ايه؟ طيب بص تاني افحص العيان، ممكن يكون فيه كالكولس وبالتالي يبقى المريض بتاعك مظلوم، تبقى المسؤوليه عليك انت. ما زال في فيلنج اوفر هانجنج او في مشكله في اي ريستوريشن او شغل قديم او بلانجر كاسب زي ما اتفقنا، لسه الحاجات دي كلها ما اتعالجتش، لان ده دورك في فيز 1 ثيرابي. فيز 1 ثيرابي لا تعني فقط السكيلنج، لا كل لوكال موديفاينج فاكتور، حتى الكراودنج المفروض انك تنبه المريض بتاعك لانه لازم يعمل اورثو. طيب ولو مش هيقدر او مش هيلحق يبقى تنبهه انه يعمل بروبر انتر كليننج، ندخل بقى الانتر دنتال كليننج ايدز، ابتدي افهمه دنتال فلوس او الانتر دنتال براش، كل ده لازم ناخد وقتنا مع المريض تو كنترول اللوكال كوز. طيب كل ده معدي ولكن المريض عنده مشكله سيستميك، عنده ديزيز مش مسيطر عليه او عنده هابت زي السموكينج ما عالجهاش، يبقى كل ده محتاج ان حضرتك لسه يا استاذ فلان، حضرتك محتاج تظبط صحتك اكتر وتصلح عاداتك اكتر، لانه ستيل ده ما زال مؤثر على الاورال هيجين وعلى البريدنتال تيشز. طيب عالجنا دول كل ده معدي، يبقى المريض عنده حاجه اسمها ريفراكتري بيريدونتايتس او ريفراكتري بيريدونتال ديزيز. يعني ايه؟ يعني نوع من الامراض مقاوم، وبيبقى غالبا نتيجه ان البكتيريا بتبقى عامله انفيجن في التيشز، وبالتالي انا محتاج وسيله مساعده. سكيلينج صح والمريض ماشي صح وما عندوش اي حاجه ثانيه، بس ستيل في اكتيف ساينز، يبقى هنا المريض عنده what we call refractory periodontal disease، يعني resistant. وهنا بيجي الجزء الثاني من محاضرتي معاكم اللي هو الانتيبيوتكس. الانتيبيوتكس يا شباب عشان نقدر نستخدمها في البريدونتال ثيرابي لازم تبقى فاهم حضرتك ان في certain indications، مش في كل الاحوال حضرتك هتقدر تدخل انتيبيوتك وتقول للمريض بتاعك امسك كذا واستخدم كذا لان ده الحقيقه تصرف خاطئ وكلنا بنقع فيه، بالذات لما بيكونش عندي علم كافي. انا بتكلم النهارده مع طالب طب اسنان، انت دكتور بتتعامل مع المريض بتاعك لازم تعرف امتى تستخدم الانتيبيوتيك، ولازم تفهم ان الانتيبيوتيك في البريدونتال فيلد اسمه adjunctive periodontal therapy، مش اساسي. يعني ايه ادجنكتيف يا دكتوره هاله؟ يعني وسيله مساعده، حاجه بتساعدك بس مش اكتر من كده، بتساعدك على انك تكنترول الاكتيف ساينز بتاعه الديزيز. طيب امتى استخدمه عشان بقى تبقى الصوره واضحه؟ كده احنا متفقين انه مش في كل الاحوال، فقط في حالات معينه. زي ايه؟ في دنتال ابسس، عندي خراج محتاج استخدم انتيبايوتيك معاه. هذا الخرق قد يكون بريدونتال يعني along the periodontal ligament، وقد يكون جينجيفال يعني في الجينجيفا، والحاجتين دول موجودين في سيشن 2 ارجعوا لهم. بيريكورونايتس يعني التهاب اللي بيحصل تحت الاوبركلوم نتيجه الفود امباكشن اللي بيعمل ساعات اكيوت انفلاميشن والمريض بيبقى ساعات مش قادر يفتح بقه خالص. خلاص في هذه الاحوال حضرتك اقدر اذا العيان جالي بدون هكتب انتيبيوتيك، هكتبه انيشيالي ممكن، او اعمل تريتمنت. يعني اعمل ايه؟ اعمل اريجيشن تحت الاوبيركولم، او اعمل نظف البوكيت لو هو بريدونتال ابسس خلاص، او لو لقيت ان في باس في نتيجه الجينجيفال ابسس برضو اعمل انسيجن وكريتاج ونظف وادي الانتيبيوتيك. يبقى يا ممكن اعمله مع اجراء او انيشيالي قبل ما اعمل اي اجراء لو العيان جاي لك وهو ان سيفير انفلاميشن. خلاص نون بلاك انديوسد جينجيفايتس اللي ممكن يكون سببها بكتيريال انفكشن، خلاص، او يكون اسبابها حتى حاجه مش بكتيريال، يعني
قد يكون سبب النون بلاك انديوس جينجيفايتس حاجه زي الالرجي، وهنا مش هستخدم بقى انتي بايوتيك، هتستخدم توبيكال ستيرويد وتبعد طبعا عن سبب الالرجي. وقد يكون فانجل انفكشن، وهنا هتستخدم انتي فانجل معايا كده. وقد يكون السبب في عندي تروما او في عندي بيرن او سوات ايفر، حاجه سببت انفلاميشن في الجنجفا ولكن مش نتيجه دنتال بلاك. يبقى هنا هتبتدي تشوف السبب ايه وتعالج، تدي علاج وتتجنب الاسباب اللي ادت لكده، لان البلاك انديوس جنجفايتس علاجها اورال هيجين فقط، مش علاجها انتي بايوتيك اساسا. وعشان كده انا بقول لك نون بلاك انديوس جنجفايتس، هنشوف السبب ايه وندي العلاج تبع السبب معايا كده. اجريسيف بيريدونتايتس، اه طبعا لازم ادي انتي بايوتيك، بس هديها دكتوره هاله قبل السكيلينج ولا بعده؟ مع الاجريسيف بيريدونتايتس بعد ما تخلص جلسات السكيلينج، لان هنا المريض هتلاقيه بعد ما تخلص السكيلينج ريفراكتري، ستيل المريض تعبان وعنده بليدنج وعنده مشاكل في الجنجف والجنجف اديمتس وعنده روت سنسيفيتي، محتاج انتي بايوتيك. طب ليه ما اديهوش مع السكيلينج والكريتاج؟ لان حضرتك لسه في لوكال كوز، شيلها الاول وبعدين ادي الانتي بايوتيك للمريض بتاعك. الانتي بايوتيك عموما بيديه لديوريشن 3 لـ 5 ايام، ما اقدرش اطول عن كده. الاجريسيف بريدونتايتس هي الاستثناء الوحيد، ممكن تديه من اسبوع ل 10 ايام، وبعض الكتب قالت اسبوعين كمان، هي الاستثناء الوحيد. فعشان المريض يستفيد بيه يا دكتور، لو انت هتوصفه في الاجريسيف بريدونتايتس لو سمحت اصبر على المريض بتاعك لما تخلص له جلسات السكيلينج. نيكروتايزنج ألسراتيف جينجيفايتس والنيكروتايزنج ألسراتيف بيريدونتايتس والنيكروتايزنج ألسراتيف ستوماتايتس، طبعا المريض محتاج انتي بايوتيك لازم. ديفيوز سبايروكيتال انفكشن بتحصل عند المرضى اللي عندهم المناعه فيري فيري ديفكتيف، وبالتالي المريض محتاج انتي بايوتيك، محتاج ادجانكتيف ايد زي ما قلت لك، وسيله مساعده. يبقى ده دور الانتي بايوتيك، لا تعظم من شانه، هو يدخل مساعد لكن السبب الاساسي لازم تشيله، ولو المناعة بتاعت المريض تمام خلاص. وبالتالي أنا بقول لحضرتك مريض عنده بلاك انديوزد جينجيفايتس، عنده بلاك انديوزد سبب البلاك يعني، تدي له انتي بايوتيك ليه؟ وعلى فكرة السواد الأعظم من حالات الجينجيفايتس هي بلاك انديوزد، فأغلب مرضى جينجيفايتس أساسا مش محتاجين انتي بايوتيك. مريض تاني عنده كرونيك بيريدونتايتس، اللي هي تفرق إيه عن الأجريسيف؟ كرونيك بيريدونتايتس كان سببها الأساسي باد أورال هايجين، ما كانش سببها ان المناعه بتاعت المريض افكتد، وبالتالي هذا المريض ايضا مريض الكرونيك بريدونتايتس محتاج فقط سيطر على اللوكال بريدسبوزنج فاكتور، وبعد كده ابتدي حضرتك تتعامل مع الحاله ودي هايجين اورال هايجين وخلاص، لكن مش محتاج انتي بايوتيك. يبقى هنا بنقول كل الامراض اللي قبلها نجمتين دي قال لك الانتي بايوتيك بريسكريبشن از نيدد از ان انيشال تريتمنت، والاكتيف انترفكشن may be initiated on the same visit or later زي ما فهمتكم، والاورال هيجين ميجرز ار مانداتري لازم، وخلي بالك كيرفول بي تيكن ويز اميونو كومبرومايز بيشنت، يعني لو المريض اللي عندي عنده مشكله في المناعه او عنده سايكولوجيكال ستريسز او عنده بياخد كورتيزون او عنده سكر او كذا، كل دول لو سمحت هنعالج الهيجين وهنخلي المريض بتاعنا كمان يستخدم انتي بايوتيك عشان نساعده. هعمل بلاك كنترول فيز وهتساعده بانتي بايوتيك، لكن لو المريض مناعته كويسه وعنده احد هذين المرضين وهم الموست كومن على فكره ما هوش محتاج انتي بايوتيك. يبقى عرفنا ايه هي الانديكيشنز في انتي بايوتيك، اي مرض من دول بالاضافه للريفراكتوري بيريدونتايتس بالاضافه للاميونو كومبرومايزد بيشنتس تعتبر هي الانديكيشنز اوف انتي بايوتيك في حالات البيريدونتايتس او البريدونتال ديزيز، لكن الحالتين دول قال لك لا. وبما ان دول هم الاغلب يبقى اغلب مرضى البريدونتال ديزيزز ما هماش محتاجين انتي بايوتيك، يبقى احنا بنظلم المرضى بتوعنا لما بنكتبه في غير محله. طيب تاني حاجه تخص الانتي بايوتيك، وات اباوت ذا روتس اوف ابلكيشن؟ قال لحضرتك انت عندك تو مين روتس اوف ابلكيشن، يا اما سيستميك ادمنستريشن يا اما لوكال، يفرقوا عن بعض طبعا، يفرقوا عن بعض. هنا الدراج ديستريبيوشن لما بتديه سيستمك بيبقى وايد خلاص، لكن هنا نارو افكتيف رينج، انت هنا بتحطه فقط في البوكت معايا كده.
الدراج كونسنتريشن دي تاني نقطه فاريبل ليفلز ممكن توصل لها في الديفرنت بادي كومبارتمنتس عند حضرتك، ممكن يفرق كل دواء مختلف. وكمان في ادويه هتوصل بتركيزات مختلفه في الجنجيفال كريفيكولار فلويد اللي هو حوالين السنه، لما تديه سيستميك قال لك مثلا اعلى انتيبيوتيك في الوصول للجنجيفال كريفيكولار فلويد، لو انا هدي الانتيبيوتيك سيستميك هو التتراسايكلين يلي الفلاجيل خلاص. البنسلين اقل بكتير، في انواع تانية بعيد خالص، وبالتالي هتلاقي هذه التركيزات فاريبل. لكن في حاله اللوكال لا، هاي ليفل، لان حضرتك بتعمل لوكال ادمنستريشن الانتي بايوتيك دايركتلي في البوكيت، بعد ما تعمل السكيلنج بتعمل لوكال ابلكيشن، وبالتالي التركيز بيبقى عالي جدا. طيب ثالث نقطه الثيرابيوتيك بوتنشال. طبعا السيستميك انتي بايوتيك ممكن يبقى مور افكتيف ان ريتشينج وايد ديستريبيوتد مايكرو اورجانيزم، بالذات اللي موجوده فين؟ وذين التيشو. لو هي عامله تيشو انفيجن خلاص، ولو انت عندك انفكشن يعني منتشره وعامله انفيجن ديب في التيشوز. اما اللوكال هتلاقيه افضل في الـ هو بياكت انتر لوكالي على البايوفيلم اسوشيتد بكتيريا، يعني شيل تحطه على طول دايركت. لكن الحاجات اللي عامله دي الانفيجن ممكن ما يبقاش مؤثر معاها كويس. طيب اخبار الديس ادفانتج بتاعت كل واحد ايه؟ طبعا السيستميك في عندك سايد افكتس كتيره، ممكن يحصل الرجي، ممكن يحصل دراج انتر اكشن، وممكن يحصل توكسيستي في بعض الاحوال، وممكن لانه بيعدي على بيمشي في البلاد وبيوصل للكدني وللبلازما وللليفر، كل اللي دي المحطات اللي بيقف فيها دي كلها طبعا بتاثر. اقل لوكال ادمنستريشن لا، مش هيعمل لك مشاكل سيستميك ولا دراج انتر اكشن، لكن ممكن لو تركيزه زاد شويه، بالذات لو المريض عنده مور ذان وان سايت، احيانا تركيز الانتيبيوتيك الكبير في الاورال كافيتي ممكن يؤدي الى الفانجل انفكشن في بعض الاحوال. الليميتيشنز طبعا السيستميك ادمنستريشن محتاج ان المريض يكون عنده بروبر كومبلينس، لان انا هقول له خد القرص ده 3 مرات في اليوم واحيانا 4 مرات في اليوم وممكن يبقى مرتين، يبقى انا محتاج مريض يسمع الكلام ويبتدي ينفذ النصايح وياخد الدواء في ميعاده في الفتره اللي انا بقول له عليها. خلاص اللوكال ايه كلينيكال ليميتيشنز بتاعته؟ هو بيحتاج الانفكشن تبقى ليميتد تو ذا تريتد سايت زي ما بقول لكم، لانه لو بدا يتنقل لسايتس اخرى، وكمان لو المريض عنده سايتس كتيره ممكن يعمل يزيد التركيز بتاعه ويعمل انفافورابل سوبر انفكشن. ده فهمنا الفرق بين سيستميك ادمنستريشن اللوكال ادمنستريشن. طيب تعالوا نشوف السيستميك اللوكال ادمنستريشن. لوكال دليفري ديفايسز، الاجهزه اللي احنا بندي فيها الانتي بايوتكس عموما ممكن تكون بشكل فايبرز، ستريبس، فيلم، انجكتبل سيستم او جيل. دي الصور اللي احنا بنبتدي نعمل ابلكيشن بيها. وعند حضرتك بقى في هذا الطريق في عندك كذا مثال، عندك الاكتيزايد اللي هو بيبقى عباره عن تتراسايكلين الاكتيف برينسيبل بتاعه، بعد ما بتعمل كريتاج للبوكت بتبتدي تحط الاكتيزايد بيبقى سبلاي في فايبرز كده، بتبتدي انت تدكك الخيط دهوت وتعمله بروبر ابلكيشن تو ذا ديبست بوينت في البوكت. خلاص بيقعد حوالي اسبوع او 10 ايام، وطبعا الابلكيشن ده هو انت بتدخله، وبعد كده بتحتاج انك تعمل له ريمو، بتلزقه طبعا بحاجه معينه تساعد على انه يبقى انتكت في مكانه، وبعد كده بتبتدي تعمل له ريموفال. طبعا الريموفال بتبقى بينفول شويه فبيحتاج انستيزيا وبيبقى بيزال بصعوبه شويه. الحقيقه التجارب اثبتت انه بيبقى له تاثير حلو جدا على انواع البكتيريا اللي هي البريدونتال بيوتيتيف باثوجينز المسببه للبريدونتال ديزيز لما بيستخدم بعد السكيلينج. والحقيقه لقوا انه في بعض الحالات كمان اتسجل فيها تحسن في الكلينيكال اتاتشمنت ليفل. المثال الثاني عندنا الارستين اللي هو عباره عن ماينوسايكلين مايكروسفيرز، بتدخل برضو بعد ما بتعمل سكيلينج للبوكت بتبتدي تعمل ابلكيشن لهذه المايكروسفيرز تو ذا ديبست بوينت لحد ما تملى البوكت خلاص،
وبعد كده هي برضو بتفضل في مكانها، وهي باي ريزيرفبل هتدوب بعد كده، وبرضو وجد ان لها تأثير جيد جدا في علاج حالات الديب بوكتس، ولها تأثير جيد اجانس سنتر دونتال بيرفيتيف. الريلوكس عبارة عن الدوكسي سايكلين، وبرضه بنعمل الابلكيشن بتاعه، هو بيبقى ليكويد والباودر بتاعته بيتخلطوا ببعض، وبتبتدي تعمل ابلكيشن تو ذا ديبست بوينت لحد ما الجل يملى المكان بتاعه. والحقيقه بعد ما بنملى بالديفكت بيبتدي يحصل له سوليديفيكيشن، وهو بايوزربابل بيدوب، هو ده افضلهم الحقيقه، لانه فيه سهوله في الابلكيشن بتاعته. وعشان كده يمكن الابريدوكس من اكتر المواد اللي هي لوكالي ديليفرد واثبتت نجاح وعليها اقبال كتير. طبعا في كمان البيريو شيب، ده مثال لاستخدام سيرتن فيلم بتبقى يعني مشبعه بالكلوريكسيدين، بتستخدم وبتتحط في البوكيت بعد السكيلينج بتاعه، وبتتحط الحقيقه، وبرده هي بايوزربابل بتقعد حوالي اسبوعين بالكتير وبتدوب، وبرده لقوا ان لها تاثير جيد جدا على الكنترول على الاكتيف ديزيز ساينز واجينست البريدونتال باثوجنز. فكل دي كانت امثله لاستخدام اللوكال دليفري سيستمز، والحقيقه مشكلتهم بس الافيلابيلتي، يعني انه في ساعات المواد دي مش دايما الحقيقه متوفره، ولكن السوق المصري بقى موجود فيه انواع كتيره، بالذات الكلوريكسيدين بقى متوفر الحقيقه في اكتر من فورم. يعني لما اجي اتكلم على الانتي بايوتكس بقى السيستميك ادمنستريشن، في تايبس مهم جدا نستخدمها ولها سيرتن ريكومنديشنز. طبعا الكينج بتاعنا هو البنسلين، المود اوف اكشن بتاع البنسلين هو بكتيري سايدل، لانه هو بيمنع السيل وول بتاع البكتيريا من التكوين، وبالتالي هو قاتل للبكتيريا. البنسلين الدوز بتاعته قال حضرتك هو بيستخدم كديوريشن من 3 ل 5 ايام، ويستخدم هو طبعا برود سبيكترم، في انواع منه نارو سبيكترم، ولكن اغلب الانواع زي الاموكسيسيلين والامبيسيلين كلها بقت برود سبيكترم، اتعمل كيميكال موديفيكيشن فيها وبقت برود سبيكترم، وكمان بتستخدم في كبسولات 500 ل 1000، ممكن تستخدم من مرتين لثلاثه في اليوم. المميزات بتاعته هو طبعا بكتيري سايدل، السبيكترم بتاعنا البريدونتال باثوجنز هو افكتيف اجينست ذيس مايكروبس، وبالتالي هو فعال في الكنترول على ساينز اوف بيريدونتايتس. السايد افكتس بتاعته هو مشكلته انه الالرجي هو ممكن يسبب انافيلاكتيك شوك، وفي هذه الحاله اذا تسجل انه عمل مشكله للمريض، واذا خدت هيستوري ولقيت ان المشكله دي موجوده ايفن لو فاميليال ديزيز عند المريض في عيلته مش معاه هو شخصيا، يشود بي يعني شو تيك كير مع هذا البيشنت، ما توصفلوش البنسلين ونوصفله بدائل اخرى زي اللي هنشوف. البنسلين قد يستخدم الون، ولكن يفضل استخدامه مع المترونيدازول، ذا بيست كومباينيشن ان بريدنتال ثيرابي، او الكومباينيشن ما بين البنسلين والمترونيدازول. من السايد افكتس الاخرى بتاعته الريزيستنس، وهي كومن معاه الحقيقه، لانه بعض البكتيريا بتسبب او بتفرز حاجه اسمها بنسليناز ريزيستنت، بتعتبر بنسليناز ريزيستنت، بنسلين ريزيستنت انها بتفرز بنسليناز يعني انزيم بيأثر على البيتا لاكتام رينج، بتفرز بيتا لاكتاميز انزيم بيأثر على البيتا لاكتام رينج. ايه هي البيتا لاكتام رينج؟ قال لك انه البنسلين كيميكال يعني كجزيء، هو عشان يبقى شغال وفعال في حاجه اسمها البيتا لاكتام رينج، لازم تبقى انتكت، وهو البنسلين المريض بياخده عشان يقدر يجيب فعاليه ويجيب نتيجه. ولكن بعض البكتيريا بتفرز انزيم اسمه بيتا لاكتامز، هذا الانزيم بيكسر لما بتتكسر بيصبح
تحول من بنسلين انتيبيوتيك الى بنسلويك اسيد، وفي هذه الحاله ما بيشتغلش وما بيبقاش فعال، وبالتالي المريض بيعتبر يعني ما استفادش منه. طيب هذه المشكله ازاي قدروا يتصدوا ليها؟ قال لحضرتك بداوا يصنعوا انواع من البنسلين ويعملوا كونجيوجيشن بينها وبين بعض الفاكتورز اللي بتعمل بروتكشن للبيتا لاكتامرين. زي ايه؟ الجلافيولانيك اسيد اللي موجود في الاوجمنتم والهاي بايوتيك ده بيحمي البيتا لاكتامرين، وزي السلباكتام اللي موجود في اليوناسين. اليوناسين والاوجمنتين والهاي بايوتيك كلهم يا جماعه بنسلين، ولكن معاهم زي ما اتفقنا يا اما سلباكتام او الجلافيولانيك اسيد عشان يحموا هذا المستحضر من ان البيتا لاكتامرين تتكسر وبالتالي ما يبقاش شغال. طيب هو سيف مع الاطفال وسيف مع البريجننت فيميل، مشكلته بس الالرجي، وزي ما اتفقنا اللي هي الدراج ريزيستنس لو اتوجدت، وهنا اتربى عليها باستخدام الانواع الاخرى من البنسلين. المترونيدازول مود اوف اكشن، المترونيدازول ايضا هو بكتيري سايدر، هو قاتل للبكتيريا عن طريق ان هو بيمنع النيوكليك اسيد صبيانه في من التكوين، وبالتالي هو بيقتل البكتيريا. الدوز بتاعته هو بيتاخد في منه اقراص اما 250 او 500 ملي جرام تابلت، بتتاخد 3 مرات في اليوم. ممكن يتاخد سيرب للاطفال 250 ملي جرام 3 مرات في اليوم. مميزاته هو رخيص الحقيقه وفعال، وممكن يستخدم كمونوثيرابي، وممكن يستخدم كومبايند مع البنسلين، فعاليه عاليه جدا اجينست انواع البكتيريا المسببه للبريدونتال والدنتال او البريابيكال انفكشنز كمان، وافيلابل الحقيقه، وبيوصل كمان تركيزات عاليه في السيرم وفي الجينجيفال كريتيكولار فلويد. السايد افكتس بتاعته بس مشكله دراج انتر اكشن بالذات مع الانتي كواجولانت، فالمريض لو بياخد انتي كواجولانت لازم تعمل كونسلتيشن مع الفيزيشن قبل ما توصف له مترونيدازول. احيانا كمان مع الهايبوغلايسيميك دراجز مش مع الانسولين، انا بتكلم عن الهايبوغلايسيميك دراجز، وبالتالي المريض بتاعك لو دايابيتيك يشوت كونسلت الفيزيشن، اما ان هو بيغير له الدوز اللي بياخدها من الهايبوغلايسيميك دراج، او احنا نقلل دوز المترونيدازول او ننقل لعقار اخر، يعني ده الافضل. كمان المرضى اللي بياخدوا اللي هم الالكول كونسيومر شود نوت تيك المترونيدازول، لان هو بيسبب لهم مشاكل خطيره الحقيقه، وبالتالي وي شود افويد المترونيدازول مع الالكول كونسيومرز. نيجي للتتراسايكلين، المود اوف اكشن بتاعه هو بكتيري ستاتيك. بكتيري ستاتيك يعني ايه؟ يعني بيوقف الجروث بتاع البكتيريا. معايا كده؟ الدوز بتاعته هو الحقيقه الدوز بتختلف تبع انا باخد ايه من التتراسايكلينز. احنا عندنا التتراسايكلين باسمه في الماركت، لو التتراسايكلين بتاخد منه 250 ملي جرام 4 مرات في اليوم لمده برضو قلنا من 3 ل 5 ايام، ولو باخد ماينوسايكلين فحضرتك بتدي انيشال دوز بتدي 200 ملي جرام، وبعد كده بتكمل ب 100 ملي جرام من مرتين لثلاثه في اليوم. اما لو انا بدي دوكسيسايكلين فالدوكسيسايكلين انيشال دوز بتاعته 200 ملي جرام وبعد كده 100 ملي جرام وانس بير داي. فهي الدوزز بتاعته بتختلف تبع انت بتستخدم انهي ممبر من التتراسايكلينز. الادفانتج بتاعته هو تشيب حقيقه، رخيص جدا افيلبل. له كمان خاصيه مهمه جدا متوفره في كل التتراسايكلين فاميلي اللي هي الانتي كولاجينيز اكتيفيتي، ودي خاصيه الحقيقه راجعه بتدينه بريوريتي عالية جدا في البريدونتال ديزيز، ويستخدم كمونوثيرابي يفضل لأن هو بكتيري ستاتيك. وانت من ضمن ريكومنديشنز اللي المفروض نبقى عارفينها ان انا ما اوصفش بكتيري ستاتيك مع بكتيري سايدل كومبينيشنز. احنا بنوصف مترونيدازول مع بنسلين لان الاثنين بكتيري سايدل، لكن تتراسايكلين لا يفضل استخدامه مع الانواع دي لان ده بكتيري ستاتيك اما دول فبكتيري سايدل. معايا كده؟ طيب يبقى هو تشيب وبكتيري ستاتيك ويستخدم كمونوثيرابي وله انتي كولاجينيز اكتيفيتي، وبالتالي هو بيعمل بروتكشن للبريدونشن بتاعك لما بنديه في البريدونتال ديزيز. هو كمان ممكن يتاخد في مرض الاجريسيف بريدونتايتس كمونوثيرابي لمده اسبوعين
بيجيب نتائج هايله جدا، بس مشكلته طبعا السايد افكتس بتاعته كلها اعتقد معروفه. هو اولا الكومبلينس بتاعته مع البيشنت مش حلوه، مش لطيفه، لانه انا بقول لك بيتاخد بالذات التتراسايكلين 4 مرات في اليوم، فالمريض ما بيحبش انك تقول له حاجه 4 مرات، دي كتير قوي عليه. خلاص يعني 3 مرات او مره في اليوم، يعني الدوكسي سايكلين لطيف انه بيتاخد وانس بير داي، لكن التتراسايكلين 4 مرات كتير. بالاضافه لكده هو كمان لا يفضل ابدا انك تديه، شود بي افويدد مع البريجننت فيميل، مع اللاكتيتنج، مع اي شخص في مرحله النمو، لانه هو بيترسب في العظم، بالاضافه انه هو له بعض التاثيرات السلبيه على الجي اي تي. من المميزات اللي انا بس مش عايزه انساها قبل ما اسيبه الحقيقه، هو مع مرضى الكلى لا يفضل استخدامه، دي من ضمن مشاكله، اكسبت الماينوسايكل. الماينوسايكلين او الماينوسين، ساعات بيبقى في السوق موجود ماينوسايكل او ماينوسين، ممكن او انك تستخدمه سيفلي مع مرضى اللي عندهم مشاكل في الكلى، لان اخراجه لا يتم عن طريق الكلى، اخراجه يتم عن طريق الجي اي تي. نوع عندنا في الجزء ده اللي هو الكليندامايسين. المود اوف اكشن بتاع الكليندامايسين ان هو بكتيري ستاتيك. الدوز بتاعته عند حضرتك كبسولات 150 او 300، الكبسوله بتتاخد 3 مرات في اليوم. لا يفضل ابدا انك تديه لطفل لحد 10 سنين، بعد 10 سنين او 12 سنه نديه، وطبعا لازم يتشرب معاه ميه كتير لانه ممكن يسبب مشاكل في الاسوفيجس. مميزاته الحقيقه هو بيستخدم كمونوثيرابي وشغال وفعال اجينست السبيكترم بتاعنا البريدنتال باثوجينز، بيشتغل معاهم كويس وبيجيب نتائج كويسه جدا، ولكن مشاكله انه عند بعض البيشنتس ممكن يسبب مشاكل في الجي اي تي، وقد يسبب مشكله فيتال، حاجه اسمها السودوممبرينوس كولايتس، لان هو عند بعض الناس بيقضي على كل البكتيريا اللي موجوده في الجي اي تي اكسبت نوع واحد اسمه الكلوستريديوم ديفيسيل، وبالتالي بيحصل سوبر انفكشن بالكلوستريديوم ديفيسيل، بتاثر جدا على الامعاء وبتعمل سيفير بروبلم، وممكن تعمل الفريشن وانفلاميشن شديد جدا، وساعات بتعمل بيرفوريشن في الجي اي تي، وبالتالي اذا سبب اسهال. اول اعراض السودوممبرينوس كولايتس هي الدايريا. هذا المريض بينصح دايما لما تلاقوا توصف له كليندامايسين انك تقول له لو سمحت لو حصل لك اسهال توقفه فورا ونكتب له بديل. بدائل البنسلين هي كليندامايسين والتتراسايكلين في حال انه مش بريجننت ومش طفل ومش بترضع وكذا معايا كده. المترونيدازول برضو ممكن نستخدمه لوحده. الكليندامايسين كبديل ليه عند حضرتك اما المترو الدوكسيسايكلين او المترونيدازول مع البنسلين. يعني احنا بنشوف المريض عنده مشكله من ايه ونكتب له البديل الاخر. قبل ما اسيب الجزء ده انا بستريس اون تاني يا جماعه، اي دواء بيتاخد لازم توزن البينيفيتس فيرسس الريسك. الحقيقه لما ده تم مع الانتي بايوتكس بريدنتال بينيفيتس، لقوا انه ممكن يحصل جين في الكلينيكال اتاتشمنت، وممكن يحصل تحسن او ريدكشن في البروبيك ديبث، وممكن يحصل بليدنج ريدكشن اللي هي دي اللي بنسميها ايه الاكتيف ساينز بتاعت البريدنتال ديزيز. ولكن لما جينا نبص على الريسك اسسمنت لقينا انه بيسبب مشاكل كتيره جدا، جي اي تي ديسبايوزس بيلخبط الدنيا، والميكروبات اللي بتحصل زي مشكله السودوممبرينوس كولايتس اللي هي كومن الحقيقه مع كذا نوع، بس اكترهم يمكن الدوكسيسايكليك، كمان الريزيستنس والالرجي والدراج انتر اكشن، مشاكل كتير قوي لدرجه انه قال لك ان سنويا في عدد كبير من المرضى بيموت بسبب الانتي بايوتكس. وبالتالي بقى لازم لزاما على اي طبيب انه يفهم انه the magnitude of the periodontal benefit of using systemic antibiotic adjunct مساعد whenever possible avoid الانتيبيوتيك. خلاص، لقينا حضرتك لما توزن البينيفيتس بتاعته versus الهيلث ريسك لقينا انه الهيلث ريسك عاليه جدا، وبالتالي انا لازم اخد proper history واعرف واقوم بدوري مظبوط في phase 1 therapy، واشوف ازاي اعمل كنترول على اللوكال وسيستميك موديفاينج فاكتورز، وادي للمريض وقته. وفي مرضى على فكره في دراسات قالت ان اصبر على المريض مش بس شهر، ده في دراسات قالوا ان انت ممكن تجرب مع المريض اب تو 6 مانث عشان تقدر ان انت تساعده، لانه ان بيريدونتكس
Antibiotics should only be used as a last resort. ما تلجأ لهاش بسهولة، للأسف إحنا بنلجأ لها بمنتهى السهولة، بنستسهل الطريق وبنوصفها، فلا غلط يا شباب. أتنقل معاك بقى للجزء الثالث من محاضرتي اللي هو كده، إحنا خلصنا التريتمنت بلان وخلصنا الأنتيبيوتيك، نبتدي نتكلم بقى على السيرجري. خلاص؟ السيرجري زي ما اتفقت معاك، المفروض إن المريض بتاعك هيلثي بريدونشال، وانس إنه انفلاند بتبتدي تشوف، والله لو هو مريض جنجيفا عنده جنجيفال انفلاميشن فقط وما عندوش اي مشاكل في كلينيكال اتاتشمنت لوس، يبقى هو مريض جنجيفايتس، هعمل فيز 1 وهبتدي اشوف، والله لو رجع هيلثي تمام. طيب لو ما رجعش هيلثي يبقى تبتدي تشوف السودو بوكيت اللي موجود عند العيان ده، هو لو فايبرس، لو بقى فايبرس ممكن تعمل له جنجيفايتس. يبقى انت بعد فيز 1 بتبتدي تشوف مريض الجينجيفايتس اللي ما عندوش كلينيكال اتاتشمنت لوس، يا ترى الانفلاميشن اللي عنده اتحسن وهدي ورجع نورمال، ورجع النورمال ده في الجينجيفال كريفس اوكي. طيب لو ستيل الانفلاميشن اختفى ولكن انا عندي فايبر فلور وسودو بوكيت ستيل موجود، يبقى هنا انا محتاج اعمل جينجيفايتس. وهنا انا بفهمك كويس ان انت مش تعمل جينجيفايتومي الا اذا كان في المول بتاعت السودو بوكيت اصبحت فايبرس مش اداميتس. تاني، الوول اوف ذا سودو بوكيت شود بي فايبرس تو تيك ذا ديسيجن اوف جنجيفيكتوري، ما هياش اداميتس. لو اداميتس يبقى العيان لسه عنده انفلاميشن ولازم ترجعه لفيز 1 ثيرابي. طيب طب ولو المريض تحول من مريض جنجيفايتس لمريض بيريدونتايتس وبدا يحصل عنده كلينيكال اتاتشمنت لوس، هعمل ايه؟ هتشتغل عليه كويس قوي في فيز 1 ثيرابي، وبعدين تحدد السيفيريتي. والله لو انا عندي الكلينيكال اتاتشمنت لوس اقل من 5 مللي والبيشنت اصبح عنده هيلث البريدونشم، الجزء اللي فاضل الريمينج بريدونشم اصبح هيلثي وعلامات الانفلاميشن اختفت، خلاص خش بالعيان في مينتنس فيز وقول له هتجيلي كل فتره اعمل لك تشيك على البوكتس واعالجها. امتى؟ لو هو عنده كلينيكال اتاتشمنت لوس اقل من او يساوي 5 مللي. معايا كده؟ اما لو البوكيت الدبس بتاعه اكبر من الكلينيكال اتاتشمنت لوس اكبر من او يساوي 5 مللي، فهنا انت والانفلاميشن بتاع الحاله كل الانفلاميشن هدي ما فيش بليدنج والدنيا تمام، لكن لسه ستيل في كلينيكال اتاتشمنت لوس، يبقى هنا انت محتاج تنقل بالعيان لاوبن فلاب سيرجري. اشرحها تاني. على فكره الدياجرام ده انا اللي عامله لكم يعني عشان نحكي في القصه دي مظبوط. المريض بتاعي هو واحد من ثلاثه، يا اما مريض عنده غير في بريدونشن، يا اما مريض عنده جنجيفايتس، يا اما مريض عنده بريدونتاتس. خلاص؟ طيب مريض اللي عنده هيلثي بريدونشن حصل له بريدونتال ديزيز، اي نوع؟ لو هو ما عندوش كلينيكال اتاتشمنت لوس يعني عنده جينجيفايتس، هتعامل معاه ازاي يا دكتوره هاله؟ طبق التريتمنت بلان. التريتمنت بلان هي المسطره، هتدخله معاك فيز 1 ثيرابي، عملت بروبر سكيلنج وكريتاج واديته الانستراكشنز ورجعت عملت له ري ايفالويشن. جالي يا دكتوره هاله ما عندوش انفلاميشن، ما عندوش انفلاميشن والبوكيت اوف ذا سودو الوول اوف ذا سودو بوكيت ستيل موجود، سودو بوكيت عنده، يبقى ده محتاج جنجيفيكتومي. خلاص؟ طيب ولو رجع لك في الريل ايفالويشن هو انفلام، يبقى هترجعه تاني فيز 1 ثيرابي. خلاص؟ يبقى انا بعد فيز 1 ثيرابي مريض الجنجيفايتس بيجي لي بصوره من ثلاثه، اما ان السودو بوكيت وول تكون الدنيا هديت واختفت وراجع نورمال، او تكون ستيل موجوده، ولو ستيل موجوده وانفليم ده هرجعه فيز 1 ثيرابي تاني، ولو ستيل موجوده لكن فايبرس ما فيهاش اديمه يبقى هعمل له جنجيفيكتور. طيب ولو المريض اللي جاي لك يا دكتور عنده بيريدونتايتس هدخله معايا فيز 1 ثيرابي، وبعد ما يجي لي في الري ايفالويشن يا اما الانفلاميشن اختفى وبدا يحصل له جين في الكلينيكال اتاتشمنت ليفل وهي عندي اقل من 5 مللي،
وفي الحاله اللي زي دي هتدخله مينترنس فيز، خلاص انت سليم وكويس والانفلاميشن هدي. طيب الانفلاميشن هدي بس الكلينيكال اتاتشمنت ليفل استهاله بالجراديويتد بروب لقيتها اكبر من او يساوي 5، يبقى هتدخله مع الجراحه. طيب ولو الانفلاميشن ما هديش يبقى هترجعه تاني فيز 1 ثيرابي. يبقى احنا بنطبق اللي اتعلمناه، بنطبق التريتمنت بلان يا شباب زي ما اتعلمناه. تمام. يبقى ما اجي هنا اوضح لك تاني جنجفيكتومي فيرسس الفلاب سيرجي. اولا البريدونتال سيرجي عموما سواء جنجفيكتومي او فلاب سيرجي لها الكونترا انديكيشنز التي قد تكون ابسوليوت وقد تكون ريلاتيف. ابسوليوت يعني ايه؟ يعني قطعا مش انديكيتد. مريض عنده الديفكت بتاعه هوريزونتال وانا شايف انه مش هيستفيد من الجراحه او السن هوبلس، خلاص يبقى انت البريدونتال سيرجي هنا هنستفيد بيها ايه؟ واحد عنده لوزنس في السن جريد 3 وعنده الديفكت مش هيتحسن، ما في الريجنريشن مش هيجيب معاه نتيجه، او عنده مرض سيستميك زي مرض اليوكيميا مثلا عامل معاه مشكله كبيره، المريض ده هيتعرض نظرا للبليدنج ديس اوردر اللي عنده هيموت لو عملت له جراحه. يبقى دي اول حاجه لازم تحسبها الكونترا انديكيشن موجوده ولا لا. دي اسمها ابسوليوت، لو المريض مش هيستفيد نهائي من الجراحه ما تعملهاش، ولو المريض عنده سيستميك بروبلم ما تاخدش معاه التجربه دي. طيب وايه هي الريلاتيف؟ اللي هي المقصود بيها ان هذا الوقت مش مناسب، المريض عنده مشكله سيستميك بياخد دواء معين مثلا انتي كواجيلانت بس انا لازم اظبط الدنيا دي قبل ما اعمل له الجراحه. خلاص؟ او عنده انفلاميشن فلازم اسيطر على الانفلاميشن قبل الجراحه. خلاص؟ يبقى الكلام ده كله اي جراحه عشان تاخد ديسيجن لازم تشوف السيستميك كونديشن بتاعت العيان تسمح او لا. لو بياخد دواء مسبب سيوله الدم او مضعف المناعه زي الكورتيكوستيرويد الحاجات دي كلها لازم تتحسب، او عنده اديسنز ديزيز ومحتاج انك تديله جرعه زياده، او كان بياخد كورتيزون في فتره قريبه ومحتاج انك تديله جرعه اوجمنتيشن عشان يقدر ان هو يتحمل الموقف الستريسفول في الدنتال كلينيك. سيستميك كونديشن تتشاف والادويه، وبعدين ابتدي لوكالي لو المريض عنده إديمة لازم اشوف الدنيا كنترول ولا لا. لو المريض عنده موبيليتي جريد 1 و2 يبقى محتاج سبلنتنج، جريد 3 يبقى هوبلس، يبقى دي ابسوليوت. هتعملها ليه؟ بريدونتال سيرج اخلع السلم. خلاص؟ لكن جريد 1 و2 دي ريلاتيف، اصبر واعمل سبلنتنج. خلاص؟ للسنان. عنده إديمة وعنده انفلاميشن يبقى اعمل فيز 1 ثيرابي. هي ريفراكتوري بيرونتايتس ادي انتيبايوتيك ادجنكتيف يساعد الحاله معاك. الكلام ده كله في منتهى الاهميه انك قبل ما تاخد قرار الجراحه تعمله. يبقى انا هنا بكمل الدنيا، عرفت التريتمنت بلان ومراحلها، وعرفت ان المريض مريض جينجيفايتس او بيرونتايتس اكوردنج في كلينيكال اتاتشمنت لوس ولا لا. طب مريض الجينجيفايتس اللي هو عنده سودو بوكيت هشوف بعد فيز 1 ثيرابي يا دكتوره هاله اختفت السودو بوكت يبقى اصبح نورمال. حلو. لا ستيل موجوده بس حالتها ايه السودو بوكت؟ انفليمد ولا نوت انفليمد؟ لو انفليمد رجعه فيز 1 ثيرابي، لو نوت انفليمد يبقى حضرتك هتعمل له جنجيفيكتوري. طب ولو هو مريض بيريدونتايتس يعني بالمنظر ده عنده كلينيكال اتاتشمنت لوس زي ما انت شايف، يعني السيمنتو انامل جونكشن بدا يحصل مايجريشن للجنكشن الابيثيليوم ابيكال، في هذه الحاله اصبح المريض عنده ايه؟ ها؟ عنده بيريدونتايتس. عملت له فيز 1 ثيرابي وراجع المريض، راجع المريض بعد فيز 1 ثيرابي اعمل الري ايفالويشن بتاعك، انا بحكي معاك بتعمل ايه؟ راجع المريض لقيت لسه ما فيش كلينيكال اتاتشمنت جين والبوكيت هو نفس الدبث وفي بليدنج وفي إديمة والعيان عنده رول سنسيتيفيتي علامات البريدونتايس ستيل اكتف، يبقى المريض محتاج ترجعه تاني فيز 1 ثيرابي، ده في الري ايفالويشن. طيب لقيت ما فيش انفلاميشن في هذه البوكيت وول ولكن في كلينيكال اتاتشمنت لوس ستيل موجود، قد ايه يا ابني؟ كم ملي؟ اقل من 5 ملي، وده غالبا
بيحصل في حالات كتير على فكرة، يبقى المريض محتاج تعمل له مينتنانس فيز. طب ولو عنده كلينيكال اتاتشمنت ليفل اكتر من 5 مللي يا دكتوره هالة، ومفيش انفلاميشن في البوكيت وول، يعني بدأ يحصل كنترول على الساينز اوف ديزيز اكتيفيتي، في هذه الحاله لازم تعمل له فلاب. يبقى امتى افتح فلاب وامتى اعمل جنجيفيكتومي؟ لو المريض عنده سودو بوكيت يبقى جنجيفيكتومي، ولو المريض عنده ترو بوكيت يبقى فلاب. اجان، لو المريض عنده سودو بوكيت اللي بنسميه جنجيفال بوكيت يبقى ده محتاج جنجيفيكتو. اما لو المريض عنده بريدونتال بوكيت او ترو بوكيت يبقى هنا محتاج يتعمل له فلاب. فهمتوا يا جماعه الكلام ده؟ امتى اعمل فلاب؟ لو عندي ترو بوكيت. امتى اعمل جنجيفيكتومي؟ لو عندي سودو بوكيت. وفي الحالتين مش هاخد قرار جراحه الا اذا الانفلاميشن انتهى تمام. معايا كده؟ الجنجيفيكتومي الاجراء الذي نقصد به excision of the unsupported gingiva pseudo pocket. يعني ايه pseudo pocket؟ يعني الجنجفا طالعه زي ما في الصوره اللي فاتت كده. الجنجفا قدام حضرتك ورمة في كورونا الانلارجمنت للجنجفا على الكراون، ولكن وعامله لي حاجه اسمها pseudo pocket. هم ليه سموه بوكيت كذاب يا دكتوره هال؟ عشان هو مش نتيجه كلينيكال اتاتشمنت لوس، لا، جنكشن الابيثيليوم موجود في مكانه هو عند السمنتو انامل جنكشن، لكن الجنجفا هي اللي ورمت، الفايبروبلاست هي اللي نشطت زياده عند هذا المريض بسبب الانفلاميشن. ولما اختفى الانفلاميشن فضلت الفايبرس بوكيت وول، ده محتاج جنجفيكتو. ليه؟ عشان لو فضل سودو بوكيت هيفضل يندفس فيه الاكل تاني والبلاك تاني والانفلاميشن يرجع تاني ويرجع لك مريض جنجفايتس تاني. ده غير ان الاستاتيك بيبقى افكتد، وبالتالي المريض محتاج انه يعالج المشكله دي. بنعملها امتى يا دكتوره هاله؟ فايبرس انلارجمنت، اتفقنا، هو سودو بوكيت. سودو بوكيت بس فايبرس ده شرط، مش اداماتس. اداماتس يعني انفلامد، وانا مش هشتغل، مش هاخد، مش همسك مشرط والعيان عنده انفلاميشن. ساعات بنعملها كجزء من جراحه اسمها الكراون لينثنينج عشان نشيل هذا الاكسسيف جنجيفال تيشو ونجمل شكل الكراون عند الناس اللي عندهم مشكله في الباسيف ايربشن. بيريوستاتيك سيرجري زي ما قلت لك تجميل، لان في ناس بتلاقي عندهم كلينيكال كراون قصير عشان عنده سودو بوكيت، شكل الكراونز وحش وعنده جامي سمايل، يضحك تلاقي الجام ظاهره في السمايل بتاعته، ما ينفعش. سوبرا بوني بيريدونتال ابسس او سوبرا بوني بوكيت، يعني عند حضرتك الليفل بتاع الجنجيفا فوق البون. معايا كده؟ معايا كده يا جماعه؟ الكلام ده كله انا ببتدي اعمله امتى؟ لما حضرتك تعمل كومبليت ريموفال للاريتيتنج سيرفيس ديبوزيتس، ثرا سموزنج للروت، تعمل روت بلاننج او وتشيل كل السبجنجيفال ديبوزيتس، والعيان يكون عمل اللي عليه وما بقاش فيه انفلاميشن. طيب يا ترى ايه الخطوات بتاعتها؟ اول حاجه هي ليها اكتر من طريقه، ممكن تتعمل بسيرجيكال بالمشرط، ممكن تتعمل كيميكال ببعض المحاليل اللي كانت بتستخدم عشان تعمل نكروزس للاكسسيف جنجيفال تيشو، بس ده الحقيقه يعني ما بقاش يستخدم لانه المحلول ده لما كان بيتضاف حاجات زي الفينولز وغيرها كانت الحقيقه ممكن التركيزات بتاعتها او الاتساع بتاعها يشمل بعض المناطق الغير مرغوب في ازالتها، وبالتالي كان المريض ممكن يحصل له مشاكل نظرا للنكروزس اوف ذا نيسيسري او الاسينشال جنجيفال تيشو. انا بس بشيل الان سبورتد، وبالتالي اصبح استئصالها عن طريق المشرط او الليزر هو الافضل. لما اجي اتكلم على السيرجيكال وهو الماست كومن كرام كابلان فورسبس، ده ماركر عشان بيبقى شبه التويزر بالظبط، بس في ناحيه فيهم توث دي لها سن عشان تعمل لك بليدنج بوينت، هنشوفها دلوقتي على الصور. بعد كده في عندك الكيركلاند نايف اللي هي النايف اللي بتبقى مبططه كده عشان هي ديت اللي بنبتدي نزيل بيها نقطع بيها الجنجيفال تيشو لما بنعمل فولوينج البليدنج بوينت اللي بنعملها بالكرام كابلان بوكيت ماركر. بعد كده عندك الاوربن بريدنتال نايف اللي بتشيل بيها التيشو اللي هو انتردنتال عشان تسلك التيشوز في المنطقه دي، وممكن ان انت تشيل البرايمري انسيجن ده اللي بيتعمل بالكيركلاند نايف، ممكن انك تعمله بمشارط يا اما رقم 11
او 12 او 15. وبعد كده عندك السوبرا والساب جينجيفال سكيلرز تستخدمهم لما تشيل الاكسسيف جينجيفال تيشو عشان لو في بواقي من الكالكولس تحت الجينجيفا بتشيلها، ومعاك الكريتس كمان. ادي الكرام كابلان فورسبس يا جماعه زي ما بقول لكم، بيبقى شبه التويزر، بتدخل بالناحيه البلانت في البوكت والناحيه التوز اللي بتبقى من بره وبتاخد بيها البليدنج بوينت. طب لو هو مش عندي يا دكتوره هاله، ادخل بالجراديويتد بروب عشان بلانت، وادخل وروح زقه لبره كده اهو اوتورد، فهيعمل لك بلانشي بوينت، لما تضغط هيديك بلانش فلورال تعمل لك بليدنج بوينت. بعد ما بعمل كل سنه حوالي 3 4 بليدنج بوينت، ببتدي ادخل بالكالكيولر بايت او بالمشرب ابيكال البليدنج بوينت من نص ملي لملي عشان تضمن ان انت شلت كل السودو بوكيت وما يخرجش العيان من قدامك وهو عنده تيشو كانس. ودايما بتبقى كولومن وايز عشان يبقى تبقى ظهر بتاع الجنجفا كده، ده اللي هو الريفرس بيفل، عشان ما يحصلش ما تبقاش سايب التيشو تاج او يعني ثيك مارجن للجنجفا، يسهل يبقى سهله ان يحصل عليها تاني بلاك اكيوميليشن. ادي يا جماعه الخطوات كامله. بليدنج بوينت بتتعمل بالكران كابلان فورسبس اهو، او بالكران كابلان ماركر، كل سنه زي ما اتفقنا سنتين او ثلاثه. وبعد كده ببتدي اجي للمشرم او الكلكلاين شكلها اهو، بتبتدي حضرتك تدخل بيها كده اهو بليدنج بوينت من نص ملي لملي اهو بالطريقه دي. بعد ما بتشيل بيها بتبتدي تسلك بالانتردنتال او بالاوربن نايف، وبعد كده الهيلينج بيحصل باي سيرفيس ايبيثيلايزيشن من الانجيسنت تيشو، وبيكتمل من اسبوع لاسبوعين بكتير. طبعا بعد ما بنشيل الجنجيفال تيشو بنبتدي نغطي المكان ب عندنا اللي هي البيريو باك الزنكوك سايد جينول بيريو باك، يبقى لها تاثير اوبتاندوت، وكمان بتعمل لك بروتكشن للمنطقه عشان ما يحصلش تراكم للبلاك عليها. وبعد كده بيبتدي المريض ان شاء الله يتحسن بعد ما بنشيل البيريو باك. ممكن تيجي بعد اسبوع تطمن عليه، لو محتاج يحطها تاني بتحطها له، وبعد كده بتوصف له طبعا انالجيسيك عشان بس البين كنترول. ساعات على فكره الجينجيفال مارجن كمان بعد ما بتخلص ممكن ان انت يعني لو شايفه ثيك شويه بتحاول ان انت تعمله زي بافلنج كده في جينجيفال تريمر او بالمشرط، بتبتدي تعمل تريمنج للمارجن عشان بس ما يبقاش ثيك، وهو كده كده بيحصل سيرفيس ري ابيثيلايزيشن زي ما اتفقنا بيكتمل خلال اسبوعين. الحقيقة أنا عاوزة أكتفي بهذا القدر عشان ما نصعبش الموضوع ونتقل عليكم، إحنا كده بقالنا تقريبا ساعة اتكلمنا فيها على الـ Periodontal Treatment Plan وعلى Phase 1 Therapy وأهميتها ودورها وإيه اللي أنت مطالب تعمله Assessment فيه. بعد كده اتنقلنا للجزء الثاني زي ما اتفقنا مع بعض، الـ Adjunctive Use of Antibiotics أنواعها والـ Routes of Administration و Recommendations، كل نوع اتكلمنا فيه بالتفصيل. بعد كده اتكلمنا على الـ principles of surgery والdecision making، فهمت الفرق بين الجينجفيكتومي والفلاب، خلصت معاكم الجينجفيكتومي. ان شاء الله السيشن الجاي هو اخر سيشن لينا، هنتكلم فيه بقى على انواع الفلابس وعلى الـ different types من الـ periodontal defects وعلى الـ classification of recession وفوركيشن، عشان نبقى خلصنا مراجعة البيريو زي ما اتفقنا. وإن شاء الله بالتوفيق للجميع، وتحت أمركم لو في أي أسئلة.